يلا يا شباب نكمل. شوف كده كتبت اول درس عندي، اول درس هقول لك ايه؟ سؤال: يريد مدير معمل تحاليل ان يستاجر 6 متخصصين من منطقتين مختلفتين بشكل عشوائي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا كان عدد المتخصصين في المنطقتين متساوي هنا زي هنا بالظبط، فما احتمال يختار 4 من المنطقة الأولى و2 من المنطقة الثانية؟ يعني يا شباب، هو عايز يستأجر كم واحد؟ 6 أشخاص، تمام؟ 6 من المنطقتين. اعتبر المنطقة الأولى مثلا إكس والمنطقة الثانية واي مثلا، اعتبرها كده، الأولى إكس والثانية واي يا جماعة، زائد واي. طيب عايز كم واحد هو؟ عايز 6 أشخاص، أقول له زائد أسس 6. كل أس كام؟ أس 6. هنفك المقدار ده أهو بحيث توصل في الآخر اللي فيها عايز من الأولى 4 بإكس أس 4، والثانية واي أس كام؟ 2. عايز من الثانية 2، الثانية شخصين بس، تمام؟ هنشوف الفكرة يا جماعة، الحد اللي فيه إكس أس 4 واي أس 2 معامله كام؟ المعامل بتاعه كام يا شباب؟ ونحسب الاحتمال، تمام؟ طب الاحتمال بيساوي إيه؟ حد عنده فكرة الاحتمال بيساوي يا شباب؟ احتمال حدوث حادثة معينة بيساوي ايه؟ الاحتمال البروبابيلتي هو بيساوي عدد نواتج مين؟ الحادثه نفسها، اللي هو رقم يظهر هنا في المعامل، يظهر هنا على مين؟ العدد الكلي لمين يا جماعه؟ للنواتج. ماشي يا شباب؟ طيب نفك دي ازاي؟ اما افكها بباسكال، ثلاث باسكال، او افكها بيا شباب زاد الحدين. هنجرب الاول عشان حاجه سهله اهي، اس 6 بس باسكال. بمره افكركم باسكال يا جماعه، يلا شوف كده مع بعض. هنفك دي احسن حد يفك معايا، اكس زائد واي الكل اس 6. باسكال يا جماعه بقول لك ايه؟ فوق واحد بس، اللي بعده واحد واحد. مين يكمل معايا يا شباب؟ مين يكمل الصف اللي بعده الثاني؟ كمل استاذ. يلا فيصل. اول شيء احط واحد، واحد هنا وواحد هنا، في النص كام؟ اثنين. ما شاء الله، تمام. بعد هبدأ بواحد، يلا من اليسار واحد، ثم ثلاثة، ثلاثة، ثم بعدين ثلاثة، ثلاثة برضه، بعد واحد، جميل. بعده هنا ايه؟ واحد، ثم واحد، أربعة، أربعة، بعدين ستة، ستة، بعدين أربعة، أربعة، واحد، بعد واحد، جميل. بعد كده ايه؟ واحد، واحد، بعدين خمسة، ايوه، عشرة، ايوه عشرة، عشرة بعدين كمان، ايوه خمسة، ايه؟ بعدين خمسة، بعد واحد. انا عايز لحد كام يا شباب؟ عايز لحد كام؟ اللي فيه اكس واي كل اس 6 اهو، عارفين الاول ده؟ الاول اس 0، الثاني ده اس 1، الثالث اس 2 لو تتذكر، ده اس 3، هنا اس 4، هنا اس 5. اجيب اللي بعديه يا شباب، انا محتاج اللي بعديه كمان. ها يلا يا فيصل نكمل كمان اللي بعده. يقول لك واحد، ها ستة، ستة، 15، ايوه، 20، 20، 15، 15، ستة، ستة، واحد، واحد. بس واحد مالوش مكان يتكتب فيه، ده اللي محتاجه يا جماعه، ده اللي انا عايزه بس في كل الكلام ده. يعني مش صفر اهو، امسح كود انا مش محتاجه في حاجه. نرجعها تاني معلش. طيب ده كله ده مش محتاجه يا جماعه اهو. هكتب بقى المعاملات دي كلها من جديد، من اول وجديد، من تاني. يلا يا شباب، الاول ده هقول له ايه؟ اول حد اهو اس 6، يبقى عندك اكس اس 6، اللي بعده ها ابدا ب 6 اهو، ابتدي تنقص واحده تبقى 6 اكس اس كام؟ اس 5، 5 واي اس كام يا جماعه؟ واي اس كام؟ اس 1. واحد دايما 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 درجه الحد بتكون ثابته، هو الاس 6 ولازم مجموعهم دايما بيساوي 6 يا جماعه. هنا 5 وهنا 1، زي كانت في الواحد. اللي بعده يلا، اللي بعده 15، يبقى 15 اكس اس كام؟ 4، واي اس 2، 2 زائد 4 ب 6، زائد اللي بعده يلا 20 اكس اس 3، واي اس كام؟
ثلاثة تاني في النص يا شباب اللي بعده يلا زائد 15 تاني اكس تنقص كام؟ تنقص واحدة يقص اثنين واي يقص أربعة. لازم مجموع الأسس يكون إيه؟ حد ثابت رقم ثابت. بعد 15 6 اكس يقص واحد بس نقصت واحد واي يقص خمسة. آخر حد يا جماعة آخر حد يبقى فيه إيه؟ طبعا اكس يقص صفر ما تتكتبش خلاص ما تتكتبش. واحد واي يقص كام؟ ستة بس أهو. تلاحظ كده أول حد وآخر حد بيكونوا زي بعض، الحد الأول أس 6 والأخير أس 6 برضه يا جماعة. طيب فين يا جماعة الحد اللي فيه من المنطقة الأولى واخد 4، المنطقة الثانية واخد 2؟ اللي هو الحد الكام يا شباب؟ حد عارف؟ ها؟ اللي فيه أس رئيسي أس 4، إكس أس 4، واي أس 2، الحد ده أهو شايفينه؟ مش هو ده؟ صح يا شباب؟ المعامل فيه بكام؟ المعامل فيه بكام يا جماعه؟ معامل رقم اللي جنبه 15. يبقى الاحتمال اهو الاحتمال بيساوي 15 على كله، اجمع كله يا شباب يلا اجمع كله كده هتلاقي هنا 1 و6 7 7 و15 كام يا شباب؟ ها 22 وزيهم الناحيه الثانيه الطرف الثاني خلي بالك بس في النص 20 يعني عندك 22 زائد 22 زيهم في النص 20 يطلع كله كام يا شباب؟ 4 وايه؟ 64 اهي 64 ايوه اهي يا جماعه. يبقى الاحتمال بيساوي ايه؟ الاحتمال بيساوي الحادثه دي 15 على 64. طب واحد يقول طب انت مش عارفك عشان دي المنطقه الاولى يمكن واي هي الاولى واكس هي الثانيه. مفيش اي مشكله اختار الثانيه اللي هتلاقي زيها بالظبط الثانيه شوف اللي فيه واي اس 4 اكس اس كام؟ 2 برضه 15 واقسم على الكل. ماشي ملاحظين يا جماعه كده ايه الحد الاوسط اهو اللي هو ال 20 اللي على الطرفين زي بعض يعني هنا بتلاقي كام 1 6 15 هناك بالعكس تلاقي كام برضه 1 6 15 برضه وفي النص ال 20 واضح يا شباب اقدر احل ده باستخدام باسكال او باستخدام ايه ذات الحدين. طيب احنا كنا خدنا ده كله بس لسنا بس نقطه واحده ما قلناهاش امبارح اللي هي ايه لو انا عايز يا شباب حد معين لو انا عايز حد معين الحد الرابع الحد الثاني الخامس مضطر اكتب كل ده عشان اجيب الحد الخامس انا عايزه او الحد السادس لا طبعا في قانون بيقولها لي بسهوله جدا بجيبه بس بتستخدم مين ذات الحدين. قبل ما اخد دي يا شباب هجيب الاول مثال على ذات الحدين الاول تاخد الفكره بس علمت بسرعه كده ذات الحدين بعدها نبتدي ايه نحل. لو قال لي كده مثلا استخدم ذات الحدين لايجاد مفكوك مثلا عايز حاجه سهله الاول اكس زائد مثلا واي الكل اس 4 مثلا طيب يلا يا جماعه عايز اجيب هنا اهو اكس زائد واي اس 4 باستخدام مين؟ ذات الحدين اتفقنا امبارح اول حد يبقى اكس اس كام؟ اس 4 بس اكس اس 4 هو اصله ايه يا جماعه؟ اصله ايه؟ تقول له 4 سي 0 اكس اس 4 واي اس 0 طب واي اس 0 بواحد و4 سي 0 بكام قلناها امبارح؟ 4 سي 0 بكام يا شباب؟ ها؟ واحد بواحد ما كتبهاش تاني خلاص فكرتكم امبارح اهو ان ال 4 سي 0 بواحد طب واحد فكرني بالمره كده لو قلت لك 4 سي 1 بكام؟ 4 سي 1 4 يا استاذ ب 4 جميل طب واحد ثاني يقول لي يا جماعه 4 سي 3 بكام؟ 4 ضرب 2 4 ضرب 3 ضرب 2 ب 4 ضرب ب 4 ضرب ازاي يا استاذ؟ اقول لك اهو قلنا مضروب ال 4 على مضروب ال 3 مضروب الفرق بين من الواحد صح؟ ونفك دي كده هتبقى 4 ضرب وقف لحد كده اهي دي تروح مع دي بقى لك كام؟ ها 4 و1 ب 4 مش احنا قلنا امبارح يا شباب على حاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ هفكرك بيها اهو بس هي راكب حالة مثلا ان سي كي هي نفسها بالظبط ان سي ان ناقص كي زي ايه مثلا كده؟ لما اقول لك 7 توافيق 5
هي نفسها سبعة، هو في الفرق بينهم كم؟ سبعة ناقص خمسة كم يا جماعة؟ اثنين. أتد. هي نفسها هي. طيب ايه كمان؟ سبعة توافيق أربعة. نفسها توافيق كم يا جماعة؟ سبعة توافيق كم؟ اثنين. لا مش اثنين. اذبح سبعة ناقص أربعة. ثلاثة. لا ثلاثة. صح كده يا جماعة. فدي بس هي علي ايه؟ لما اجيب يا جماعة الحلول اللي على اليسار هتلاقي اللي بعدها بيكرروا تاني هم نفسهم. هجيب لك مثلا تقابلك سبعة سي خمس. أو سبعة سنين الأول، بعدها في الآخر تلاقي سبعة سي خمسة موجودة. هي نفسها بالظبط. ما احسبهاش تاني مرة واحدة بس. حسبت مثلا 7 سي 4 هتلاقي قبلها فيه 7 سي 3 زيها بالظبط. تمام؟ عشان احسب الشيء مره واحده بس. طب نكمل حل يا جماعه وبنستنى برضه غير زي الحدين. يلا. والحد الاول قلنا اكس اس 4 اللي بعده هيبقى 4. 4 سي كام؟ 4 سي 1 اكس ناقص 1 يا جماعه اكس اس 4 اكس اس 3 واي اس كام؟ ها اس 1 دايما زي دي كده زي دي لحد تطلع من زي ده يا جماعه تمام. هو كان هنا واي اس 0 هنا واي اس 1 زائد اللي بعدها يلا 4 سي 2 اكس اس 3 ناقص 2 واي اس كام؟ 2. طب اللي بعد زائد ها 4 سي 3 اللي هي نفسها 4 سي 1 بالظبط. اكس بس اس 1 واي اس كام؟ 3. تلاحظ كده اهو درجة كل حد ثابتة، كل درجة حد 4. هنا مثلا 3 زائد 1 4. 4 زائد 0 4. هنا 2 و2 4. تمام؟ طيب اللي بعده يا جماعة 4 سي 4 بواحد ما تتكتبش. 4 سي 4 زي ما قلنا امبارح بواحد ما تتكتبش. يبقى لك اخر حد الهواي اس كام؟ اس 4 زي كده واضحه يا شباب؟ سهله؟ ها؟ طب نكمل حل؟ يلا احنا ما خدت لسه اكس اس 4 زي ما هي 4 سي 1 قلنا بكام؟ 4 سي 1 ها؟ ب 4 4 سي 1 ب 4 وطبقناها خلاص اكس اس 3 واي زائد 4 سي 2 نشوفها مضروب 4 على مضروب الاثنين مضروب الفرق بينهم 4 ناقص 2 فك يلا كده يبقى 4 ضرب 3 ضرب 2 خليها مضروبه ما ينفكهاش وهنا 2 في 1 ضرب 2 مضروبه اهي دي تروح معانا تمام و4 قسمه 2 فيها 2 3 في 6 يا شباب يبقى 6 يبقى عندك اهو 4 سي 2 بكام؟ ب 6 اكس تربيع واي تربيع زائد 4 سي 3 اتفقنا هي نفسها مين يا شباب؟ زائد 4 يا استاذ هي نفسها 4 صح يا مهند هي نفسها 4 سي 1 صح يبقى 4 زي ما هي يا جماعه 4 احنا قلنا دي 4 سي 1 اهي و3 اكس واي مكعيب زائد اخر حاجه واي اس كام؟ واي اس 4 ماشي يا جماعه الموضوع سهل جدا طب انا ما اعرفش احسب كل الحاجات دي اعمل ايه يا استاذ في حساب التوفيق بتلخبط فيها اعمل ايه؟ والله هات الحاسبه واستعملها رمز التوفيق موجود فين؟ على علامه القسمه تحتها يا جماعه احنا مكتوب كده ان سي ار اضغط شيفت قسم اشتغل اهو عايز اجيب مثلا ايه يا جماعه 9 توافيق 5 مثلا يبقى 9 شيفت القسمه 5 يجي لي الحل على طول نشوف كده مع بعض واحده مثال سريع عشان اللي ما كانش مركز معانا امبارح الحاسبه اهي زي ما اتفقنا يا جماعه عايز اجيب مثلا كام وليكن 9 توافيق اقول له 9 شيفت قسمه 5 مثلا يساوي 126 واضح؟ هستعمل حسب على كيف التبادل برضه يا جماعه. طيب نرجع تاني لكلامنا تاني نرجع لكلامنا اذا قال لي يا استاذ هات لي المقدار مثلا او هات لي الحد هات لي الحد الثالث الحد الرابع بنعمل ايش؟ عندك في قانون بيقول لك ايه؟ بقول لك تي تي اعتبرها الحد نفسه يعني تي الحد بقول لك تي مثلا كي زائد واحد يعني قيمه الحد ايه؟ كي زائد لو عايز بس الحد السادس تقول له 5 زائد 1 انها هشتغل على مين؟ على الكده وعلى الخمسه نفسها هتساوي ان سي كي اللي بعده مثلا كام؟ الرقم اللي بعده كان ايه يا شباب هنا؟ الاي مثلا اعتبرها ايه؟ اي اس كي ان ناقص كي بي
والسكين. بي والسكين. الرموز طبعا بتلخبط اي حد. هتلخبطك انا عارف. لكن اللي يميز لك الحاجات دي المثال. المثال هو احسن حاجه يا جماعه. يعني مثلا جايب لك مفقود. وقال لك ايه مثلا كمثال مثل الكتاب ده. اوجد مثلا يا شباب قيمه الحد الخامس. جاب لي واي زائد زد الكل ناقص 11. كمثال اهو بقول لك هنا ايه؟ اوجد الحد اللي هو يا شباب الخامس. مش لازم بقى افك كله اخد وقت كبير عشان افك، بس اعمل بره القانون ده يا جماعه اهو. عايز الخامس اهو، اما اقول له ايه؟ في الخمسه دي عباره عن كام؟ في خمسه. مش هو نفسه يا جماعه في 4 زائد 1 صح؟ ركز معايا في الحته دي ما تخبطش، في 4 زائد 1 هشتغل على الاربعه. خلي بالك اهو، اول حاجه قال لك ايه؟ اللي فوق 11 هنقص 11 يبقى 11 سي 4. طيب بعد الحد الاول مين؟ واي. بص كام ده يا شباب؟ 11 ناقص 4 7. زد هنا كام؟ 4 يبقى هنا 4. ركزنا يا شباب؟ انا هقول تاني لو عملنا ايه؟ يبقى عايز الحد الخامس. تي 5 الخمسة عبارة عن 4 زائد 1 لأن هشتغل على الأربعة. يبقى تي 4 زائد 1 بتساوي 11 سي 4 هي دي. الحد الأول واي بص كام؟ 11 ناقص 4 كنت بقول لك إيه؟ بقول لك كي ناقص إن ناقص كي. 11 ناقص 4 7. زد أس كام؟ 4. طب 11 سي 4 بكام يا شباب؟ بالحسبة ممكن تجيبها أو تفكها عادي. 11 مضروب 11 على مضروب الأربعة مضروب الفرق بينهم اللي هو 7. 11 ناقص 4 ب 7 وتفكها عادي. لحد 7 واقف. 11 ضرب 10 ضرب 9 ضرب 8 ضرب 7 واقف يا جماعه عند 7. الاربعه تتفكك ازاي؟ 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 مالوش لازمه الواحد. 7 طير ده مع ده يا شباب. 2 في 4 بكام؟ يروح معاه 8. 9 اسم الثلاثه فيها 3. يلا يا جماعه 3 في 11 33 10 330. يبقى حد عندي بيقول لي يا جماعه 330 واي اس زد اس 7 معلش انا اسف زد اس 4. واضحه؟ دي عايز تحسبها بالحاسبه اتاكد منها بالحاسبه عادي. 11 كام؟ 11 سي 4 بالحاسبه يا جماعه هتيجي معاك على طول. المشكله الصبره النهارده مش مظبوطه بقى. اهي اقول له هنا ايه؟ 11 شيفت القسمه 4 يساوي اهي 300 وايه؟ 330. بياكد كلامنا يا جماعه. طيب مثال ثاني عشان اتاكد بس من الحل واثبت المعلومه يا جماعه. مثال اخر بس عايز حد يحل معايا. عايز حد يا جماعه يحل معايا. يقول لك هنا مثلا ايه؟ اوجد الحد السادس. اوجد دي 6 الحد السادس فين يا استاذنا؟ اهو سي زائد دي اس 10 سي زائد دي الكل اس 10. عايز الحد السادس يا جماعه. والله اللي مش حافظ القانون هيضطر يفكها كلها يوصل للسادس ويختاره. طب واللي حافظ عارف الفكره في الفكره خلاص بقى كل حاجه سهله معاه. يلا يا جماعه فاهمين يا حلو؟ تي 6 بتساوي اقول له ايه؟ محمد سعيد مهند فيصل حسين 9 زائد 1 هي 6 9 6 عبارة عن 5 زائد 1 ايوه 5 زائد 1 عشان اشتغل على مين بعد كده؟ هشتغل على ايه؟ على 5 اقول له بتساوي الاس الكبير عندي 10 10 سي 5 كمل يا فيصل سي اس كام؟ محمد احط الاول اس كام؟ سي اس كام؟ اس 5 لا مش 5 هي 5 صح هي حطك هنا 5 اطرح 10 ناقص 5 ب 5 صح دي اس كام؟ برضه 5 دي 10 دي هي نفسها دي يا جماعه اللي بعد لكن دي جت منين؟ 10 ناقص 5 ماشي؟ طب 10 سي 5 بكام يا جماعه؟ يلا بالحسبه عشان ما نضيعش وقتنا فين الحسبه؟ اقول ان هو 10 شيفت قسمه 5 تساوي كام يا جماعه؟ ما بتكتبش لا اله الا الله تساوي اهي 252 252 يبقى عندي اهو
حد الخامس او السادس قصدي 252 سي اس 5 دي اس 5. هو ده يا جماعه الحد اللي هو الخامس. كيف تيجي في الاختبار؟ زي كده بالظبط، يقول لك قيمه الحد السادس مثلا، حد السادس يا شباب في الكلاو يساوي، ويديك ايه خيارات. تمام، حتى يجيب لك مثلا ضمن الحد الرابع السادس، اختار انت بقى الحد المناسب ده. طبعا لازم احسبه بس خلاص، ده انت حليت السؤال صح. ايوه خلاص، انا عايز الحد السادس، هو ده الحد السادس. بس بالقانون ده فاهم القانون عبد العزيز؟ فاهمه؟ لا ادي ادي الخمسه ايش سوينا فيها؟ ما سبناه ولا ايش سوينا؟ ايوه دي رمز، الرمز ما عرفش فيك كيف زي ما هو. دي اس 5 سي اس 5. طب مثال ثاني يا جماعه عشان بس نثبت معلومه شويه، معلش مثال ثاني هفكر معاكم لحد ما نفهم المعلومه جدا. يعني اذا قال لك مثلا ايه الحد مثلا السادس، برضه السادس يلا اوجد قيمه الحد دي 6 برضه. فين يا شباب؟ واي ناقص 3 ايه؟ واي ناقص 3 ايه؟ ناقص 3 ايه؟ خليها اكس احسن، خليها اكس. الكل اس 6. اه يا جماعه عايز الحد الكام؟ الحد السادس. ماشي؟ اطبق في النظريه يا جماعه، اطبق النظريه. خلي بالك هنا القانون نفسه كان دي هنا زائد، دلوقتي ناقص ايه؟ معناها ايه؟ الحد الثاني بالسالب. حد يا جماعه كده اهو جاي بالسالب. شيل بس اكس نظبطها. ناقص 3 اكس كل اس 6. اه يا شباب يلا عايز الحد السادس يا عبد العزيز، اقول له تي 6 تساوي تي 6 تساوي 5 زائد 1 6. واشتغل على مين؟ على الخامس ده، اشتغل على ده هتساوي الاس عندي بكام؟ 6. يبقى 6 توافيق 5. ماشي الحد الاول بس. الاول ايوه 6 توافيق 5 اول واحد. ماشي واي اهو عايز اجيب واي، واي يقول الحد الاول واي اس كام؟ نطرحهم من بعض 6 ناقص 5 6 ناقص 5 1 يبقى زي ما هي 1 كاني هنا 1. الحد اللي بعده يا جماعه ده اللي اسمه ايه؟ سالب 3 اكس. خد بالاشاره، خلي بالك بالاشاره اس كام؟ مش هنا 5 يبقى هنا كمان 5. واضح؟ يبقى الاس إيه. الاولاني يا شباب الاس الاولاني اطرحهم من بعض 6 ناقص 5 اللي فوق ناقص اللي تحت، والاس الثاني هو اللي تحت، هو اللي في التوافيق تحت يا جماعه، هنا 5 فوق هنا 5 زيها بالظبط. ونفك يا شباب يلا 6 توافيق 5 بكام؟ مين يقول بالنظر كده على طول؟ ها 6 توافيق 5 1 لا 6 6 ب 6 يا جماعه. لما قلت لك كده اهو معناها مضروب السته على مضروب الخمسه ومضروب الايه الفرق بينهم واحد، ما يكرفش الواحد. هي نفسها سته مضروب خمسه اهو على مضروب خمسه. راح مع بعض. بيساوي سته يا شباب. طب الحد هيساوي نكمل بس الحد ده اهو. يلا يبقى هنا سته واي اس واحد في سالب ثلاثه اس كام يا جماعه؟ ثلاثه دي اس خمسه يعني كام؟ ثلاثه اس خمسه بكام يا شباب؟ ثلاثه اس اربعه ب 81. ثلاثه اس خمسه ب 243 يبقى انا اهو سالب 243 لو عملتها بالحسبه هتجي لك برضه كده اكس اس 5. اضرب يا جماعه يلا 6 في الرقم ده اطلع طبعا بالسالب 6 في 3 ب 18 6 في 4 ب 24 يبقى 25 6 في 2 بايه؟ ب 12 14 12 يبقى 14 يا جماعه اكس اس 5 وفيه واي اس 1 بس كده بس يا جماعه. طبعا الحاجات دي لو هتلخبطها برضه بالحاسبه هتبقى معاك سهل الموضوع ده كله. تحسب مثلا 3 اس 5 بالحاسبه هتجي لك على طول سهله. يعني مش لازم تعملها زي ما بقول لك كده بالظبط تحسبها يدوي وتلخبط، لا ممكن اقول لك اهو مثلا 3 اس هنا 5 اهي يا شباب 43 تمام، ونحط الاشاره زي ما هي ان الاس سالب بس. طيب نبتدي بقى يا جماعه نحل كده من التمارين، الحل ده كله بيحل سهل برضه اهو بس نكمل حل من التمارين. واحدة واحدة كده بقول لك هنا مثلا ايه؟ تأكد من حلك اهو، تأكد أوجد مفكوك كل مما يأتي جي زائد اتش الكل أس 7 ما
وعايز حد يا جماعه جديد يحل معايا جي زائد اتش الكل اس 7. يلا مين هيبدا يا شباب؟ من المتبرع حل باستخدام مين؟ ذات الحدين. عبد العزيز يلا يا بدر. استاذ انا ولا مين اللي يحل؟ عبد العزيز عايز يحل، عايز يحل معايا، عايز الكل يشارك. ماشي استاذ تي 7 جي اس 7 صح؟ يمين اول واحده زائد 7 توافق كام؟ ابدا بالواحد 7 توافق 1 جي كانت اس 7 عبد العزيز تنقص واحد تبقى اس كام؟ تنقص واحد هي اس 7 ايه؟ اس 6 6 شوف تنقص من الجي تنقص من الاولاني واحد تزود على الثاني واحد وهكذا يبقى الثانية اتش اس 1 ما كتبش كمل يلا 7 سي 7 سي كام؟ كان هنا واحد اهو يبقى بعده ايه؟ اثنين 7 سي 1 نزود ايوه بعدها 7 سي 2 ها جي اس كام واتش اس كام؟ جي اس اس 5 اس 5 بتنقص واحدة ايه؟ كانت 6 هنا بقى اس 5 واتش اس 1 تبقى اتش اس كام؟ 2 مجموعهم كل مرة يطلع كام؟ 7 هتلاقي هنا 6 و1 7 5 و2 7 نكمل يا جماعة يلا زائد 7 سي 3 جي اس كام؟ 4 4 اتش اتش 3 4 3 فعلا 7 تمام 6 يا شباب زائد 7 سي 4 4 ها جي كام؟ جي 3 3 اتش 4 اتش 4 4 جميل 7 سي 5 جي 2 جي 2 اتش اتش 5 لازم 5 عشان تكمل لاحظ كده هنا ايه؟ هنا 5 تحت 5 هنا 4 تحت 4 هنا 3 تحت 3 علمها بيها اللي بعدها 7 سي 6 جي اس 1 جي بس الحاله اتش اس ايه 5 6 6 6 في الاخيره اللي بعدها يا جماعه 7 سي 1 7 سي 7 هي نفسها سي ايه 7 سي 0 بواحد يعني ما تكتبش اكتب اخر حد زي ما كتبت هنا اول حد اهو اول حد اكتب برضه هنا اخر حد لو اتش اس كام اس 7 7 افك بس التوافيق بس يا جماعه خلصت كده نفك بس التوافيق بقى عندك اهو جي اس 7 زائد 7 سي 1 قلنا بايه 7 سي 1 ب 7 7 جي اس 6 اتش زائد 7 سي 2 نعملها ازاي 21 وبتاع بالحاسبه هتطلع معاك 21 صح صح يا مهندس حسبتها 21 جي اس 5 اتش اس كام اتش 2 اس 2 زائد 7 سي 3 شباب بكام 7 سي 3 خلي بالك تبقى نفسها 7 سي كام 7 سي 4 نفسها 7 سي 3 و7 سي 2 نفسها 7 سي 5 يعني بيعيد نفسه من جديد بعد كده بعد الخطوه اللي جايه ها بكام يا مهندس حسبت 7 سي 3 35 35 صح 35 تمام بهنا 35 اللي هي يا جماعه جي اس 4 جي اس 4 اتش اس 3 اتش اس 3 زائد اللي بعده انا عايز اكمل بس المساحه عندي مش كافيه همسح اللي فوق ده يا جماعه مش لازم بقى اكتبه خلاص اللي فوق ما يلزمش الوقت هو ده هكمل فيها معلش بقى عشان ايه امسح يلا عايز اجيب بعد كده يا جماعه مين؟ 7 سي 4 قلت هي نفسها 7 سي هي كام يا شباب؟ هي نفسها 7 سي 3 صح؟ بالظبط هي نفسها 35 يعني 35 زائد 35 ها جي اس 3 جي اس 3 اتش اس 4 اتش اس 4 زائد ال 7 سي 5 نفسها 7 سي 2 صح؟ بالظبط ايوه يعني 21 يبقى 21 ايوه جي تربيع جي اس 2 اتش اس 5 اس 5 زائد 7 سي 6 نفسها 7 سي 1 يعني 7 7 بس جي اتش جي اتش اس 6 جي اتش اس 6 اخر حد يا جماعه اخر زائد اتش اتش اس 7 زائد اتش اس 7 جميل جميل يا جماعه صح كده ما شاء الله عليك والله الموضوع سهل بسيط اهو
بس انت لازم تحل بايدك. الرياضيات يا شباب حل بورقه وقلم مستقل. لو قال لي كده يا جماعه سؤال عايز حل مجرد نظر لمح البصر كده يا جماعه حل ما يحتاج تفكير خالص، بقول لك هنا ايه؟ اوجد الحد الاخير 5 اكس زائد واي اس 5. الحد الاخير يا جماعه هنا بكام؟ وعايز اقول كمان الحد الاول 3 ايه زائد 8 بي الكل اس 5. عايز هنا الحد الاول بالنظر يا جماعه كده بالنظر. يلا الاول بكام والاخر بكام هنا؟ ها مين يجيب؟ بدون ما تحسب اي حسابات على طول، طالما الاول او الاخير مش محتاج حسابات خالص. ها مين يحسب؟ مين يجيبها قصدي؟ مش محتاج حساب. الاخير يا شباب ولا واحد؟ مش قلنا اتفقنا يا شباب اول حد بيكون مثلا اول 5 اس 5 او 5 اكس اس 5 بس من غير سي ومن غير حاجه خالص، والاخير برضه يكون الثاني اس 5 يبقى واي اس 5 ده الاخير يا جماعه. فهذا محتاج تفكير. اخد الحد الثاني والاس اللي عندي بس ده الاخير. طب الاولاني في اللي بعده يا جماعه هنا الاول هنا مين؟ ها شوف الاول اهو شوف 3 ايه الأس عندك كام؟ 5 أو أنت فاكر أس 5 3 أس 5 قلنا اللي هي كانت كام يا شباب؟ اللي هي 243 حسبتها بالحسبة إيه أس 5 واضحة يا جماعة؟ سهلة؟ سهلة يا شباب؟ أيوه سهلة الدرس هو ده الدرس يا جماعة ما أكتبش أكتر من كده هو ده الدرس يعني ما يطلب منك غير كده خالص. لو أجينا بس السؤال برضه كده لإيه؟ أوجد الحد الرابع هنا يا جماعة سؤال بس أخير سؤال أخير عشان أعرف أنت تخش من الحصة ولا بتتكرر. بقول هنا سي زائد 6 هي رقم أهو الكل أس كام؟ أس 8 عايز مني إيه؟ أوجد قيمة الحد الرابع دي 4 يلا منها بره يا شباب. مهند أي مهند في الاثنين قول لهم كون خير يلا عايز الحد الرابع في 4 بتساوي كام؟ 3 يا استاذ ايوه يبقى تي 3 زائد 1 واشتغل على 3 يا جماعه الاس عندي كام يا مهند؟ 8 8 8 توافيق 3 بعد اهي 3 يا جماعه نفس الاهي هي فين؟ هتبقى الحد الثاني اس 3 الثاني هنا كده 6 اس 3 طب والاول اللي هو سي بص كام؟ الفرق بين دول 8 وناقص 3 دي؟ 5 5 جميل جدا. بقى لي بس حاجه واحده احسب 8 او 3 بكام؟ يا بالحسبه يا اما تحسب نفسك انت ال 8 هاجي معنا ايه؟ مضروب ال 8 على مضروب ال 3 في الفرق بينهم اللي هو 5. يبقى 8 فكها لحد ال 5 وقف. 8 ضرب 7 ضرب 6 و5 وقف يا جماعه. ال 3 عباره عن ايه؟ 3 في 2 في 1. مضروب الخمس ده راح مع ده بالك يا شباب 2 في 3 ب 6 صح؟ يروح مع ال 6 يبقى 8 في 7 بكام؟ 8 في 7 56 يبقى اقول له بيساوي ان هو 56 سي اس 5 6 اس 3 وانتهى يا جماعه الدرس على هذا القدر اهو. واعتقد الدرس ان شاء الله بيكون سهل ولكن يكون اسهل واسهل لو انت الوقت بعد الحصه او في اي وقت فاضي ده كله حملته من تاني بايدك انت حل بنفسك انت انا حاسبه جنبك ورق والقلم واشتغل حاول تحل بنفسك الامثال المحلوله بعد كده التمارين وشوف الفيديو ثاني يا شباب ان شاء الله على اليوتيوب. حد عنده سؤال يا جماعه؟ اي سؤال؟ لا يا استاذ يعطيك العافيه الله يعافيك يلا بالسلامه يا شباب سلام يا شباب رعايه الله.